السلام عليكم ورحمة الله. أرست مجموعة المواساة مجموعة من البرامج، وهذا البرنامج الذي نتكلم به الآن وهو استشر المواساة واحد من هذه البرامج، حيث يقوم الاستشاريين كل على اختصاصه في الإجابة على مرضى أسئلة المرضى الأكارم. الواقع هذا السؤال هو أعتقد أنا هو أهم الأسئلة الموجودة في هذا اليوم، وهذا الموضوع يتعلق بأمر خطير وهو أمراض القلب الخلقية عند الأطفال. طبعاً لو طرحنا السؤال أنه هل يمكن لي أن أشخص أمراض القلب قبل الولادة؟ الجواب نعم، إذا كان الأم الحامل أجرت أمواس صوتية من قبل طبيب متخصص وخبير في هذا الموضوع، فيمكن أن يكتشف العديد من الأمراض في الأسبوع 12 أي تقريباً بالشهر الثالث. لكن بعد الولادة كيف لي أن أعلم أن هذا الطفل مصاب بأمراض قلب خلقية أو لا؟ طبعاً الطفل عادةً بيكون في خلال حياة الرحمية عنده الدوران نسميه الدوران الجنيني، حيث القلب والرئة لا تعملان وإنما تقوم بالمهمة المشيمة. بعد أن ينفصل عن أمه وتنفصل عن المشيمة يبدأ جهاز الدوران الطفل بالعمل ليستقل عن أمه ويصبح لديه جهاز الدوران كما عند الآخرين. خلال هذه الفترة تحصل عديد من التطورات اللي هي الانتقال من المرحلة الجنينية إلى المرحلة ما بعد الجنينية. خلال هذه التطورات قد تظهر بعض الأمراض الخلقية، لكن إجمالاً فينا نقول أنه تقريباً خلال الأسبوع الأول أو الشهر الأول ممكن نشخص حوالي 50-60% من أمراض القلب الخلقية. لا يعني مرض القلب الخلقي أن يظهر من اليوم الأول، لأنه زي ما حكينا السبب الفيزيولوجي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تحتاج أحياناً أيام وأسابيع وأحياناً أشهر. لذلك بعض الأمراض قد تظهر فوراً بعد الولادة وبعض الآخر قد يتأخر أيام أو أسابيع أو أشهر. طبعاً نسبة أمراض القلب الخلقية بشكل عام يعني في المجتمع تقريباً 1%، بمعنى لو عندي 100 طفل مولود حديثاً احتمال يكون واحد منهم عنده مشكلة في القلب. أعتقد بالمرحلة هاي الأفضل أن لا نطلق أي أحكام على الموضوع، ولا يمكن أن نشخص أمراض القلب خلال الفترة هاي، لأنه طفل بيمر بحرارة والتهاب وهذا بيسرع ضربات القلب بشكل طبيعي وفيزيولوجي. هذا لا يعني أنه في مشكلة في القلب، إلا إذا كان الطبيب مثلاً لاحظ إزرقاق عند الطفل أو لاحظ عنده نقص بالأكسجين ولاحظ مثلاً في عنده زرقة بالأطراف أو بالفم أو سمع صوت في ضربات القلب غير طبيعي، ممكن له أن يشك. لكن حتى هذا الكلام الواقع يتحفظ عليه إلى أن تنتهي فترة الالتهاب وتزول الحرارة ويمضى على الطفل عدة أيام ثم يعاد فحصه من جديد. الأعراض المهمة الواقع التي تحب أن نركز عليها بهذا المجال ويجب على كل أم أن تلاحظها في ابنها، طبعا أولا وأهم هو الإزرقاق. هذا الأمر طبعا جيد لأنه بيعطي الأم مؤشر فوري، يعني ترى الطفل وجهه أزرق، شفافه لونه أزرق داكن، خاصة الأغشية المخاطية للفم. هناك علامات أخرى كمان مهمة كتسرع التنفس، خاصة الطفل ليس لديه مشاكل تنفسية، تسرع القلب، ضعف الرضاعة، الترجيع، التعرق الشديد عند الطفل، فشل النمو، أحيانا تورم في اليدين، في القدمين، في الوجه. عند الأطفال الأكبر سنا ممكن سرعة التعب، اللهجان، الطفل ما بيقدر يمارس الرياضة بشكل صحيح، ما بيقدر يمشي مع أقرانه بالرياضات الأخرى، فهي كمان مؤشر ثاني. إضافة إلى السعال المستمر المتكرر إذا لم تكن هناك مشكلة رئوية قد يكون كمان أحد الأسباب. فهي الأعراض اللي عم نحكي عليها كلها الواقع ممكن أحياناً توحي أنه في مشكلة في القلب، وتستدعي من الأهل مراجعة طبيب الأطفال أو طبيب القلب الأطفال حيث يقوم بالإجراءات الضرورية من إجراء صورة للصدر، تخطيط للقلب، إجراء الأمواج الصوتية أو الإيكو للقلب الذي يشخص معظم أمراض القلب الخلقية عند الأطفال. طبعا يبدو من السؤال الموضوع انه التشخيص هو عباره عن حساسيه في الجلد، وهذا موضوع الواقع موضوع طويل وشائك واسبابه متعدده جدا. تقريبا فينا نقول معظم الامور اللي حولنا قد تكون هي سبب، تبدا من الوراثه الى نوعيه التغذيه الى البيئه الى الجو الى الالبسه الى عوامل المحيطه في الغرفه، الالبسه اللي فيها صوف او القطط او العصافير او المواد كلها هاي، الى نوعيات الاكل، نوعيات الصابون اللي الطفل بيستخدمها، كلها عوامل متعدده جدا يعني يصعب حصرها في مجموعه اسباب معينه. لكن المعروف عند الاطفال مع تقدم العمر موضوع الحساسيه هذا بيخف ويتراجع الى ان ربما بعض الاطفال يختفي تماما.
لكن بعض الأطفال قد يبقى بعض الآثار مثلا من جفاف الجلد أو بعض الخشونة في الثنيات تبع الجلد. وإذا قدرنا نعرف الأسباب المحددة اللي تسبب هذه الحساسية فهو أفضل علاج للحساسية هي تجنب العامل المسبب بالدرجة الأولى. نحن إجمالاً هذا الموضوع الوقائع لا ننصح به إطلاقاً، لا ننصح بأي مكملات ولا ننصح بأي أدوية بدون أي مبرر. إذا لم يكن لدى الطفل أي مشاكل ويتمتع بصحة جيدة وفحص السريري جيد ووزن ضمن الطبيعي والفحوصات الدموية التي أجريت له ضمن الطبيعي من ناحية فقر الدم ونقص الفيتامينات وإلى آخره، فإذا كانت كلها سليمة فلا يفضل إعطاء أي أدوية أخرى بما فيها الفيتامينات بما فيها الأمور الأخرى، إلا إذا كان هناك نقص في بعض الفيتامينات أو نقص في الحديد أو نقص في الأمور هذه. علاج هذه الأمور يكون علاج نوعي حسب نوعية النقص. الواقع عملية الرضاعة من الرضاعة مع حليب الأم هذا موضوع ثاني، يعني بالنسبة للطفل ما فيش طفل يرفض الرضاعة نهائيا وخلاص ظل رافضه إلى الأبد، هذا أمر غير وارد إلا إذا كان في سبب مؤقت لرفضه لهذه الرضاعة، كأن يكون مثلا عنده زكام أنفه مسكر هذا بعيق رضاعة، أو مثلا عنده التهاب في البلعوم، أو عنده مثلا الرضاعة نفسها الفتحة صغيرة أو كبيرة كلها أحيانا بتعيق عملية الرضاعة، فيجب التأكد من هذه الأمور. والأهم من ذلك إذا ربما يكون الطفل عم يرضع من أمه وحليب الأم كافي ولا يحتاج رضاعة وبالتالي ترفضها لأنه يعني عنده كفاته من الحليب، وهذا الأمر يتأكد بأمرين أساسيين، هو أولا قياس الوزن ومتابعة الوزن، فإذا كان الطفل ينمو ضمن الحدود الطبيعية حسب عمر الطفل، الأشهر الأولى يختلف عن الأشهر الثانية يختلف عن عمر سنة، إذا كان الطبيب قدر أن نمو الطفل طبيعي على حليب أمه ولا يستدعي آخر فلا حاجة لا لحليب الصناعي ولا لإعطاء الرضاعة. أما إذا كان هناك بعض الأسباب مثلاً الزكام أو تسكير بالأنف فممكن نأخذ القطرات تخفف الزكام وبالتالي تساعد في الرضاعة. كذلك يجب التأكد من الفتحة هل هي مناسبة صغيرة كبيرة، يجب أن تكون مناسبة بحيث أنه لما نقلب الرضاعة تنقط نقطة ورا ثانية بشكل يعني معتدل، لا تنزل بسرعة ولا بصعوبة، فكل الأمرين بيخلي الطفل يرفض الرضاعة. طبعاً النقص عند الأطفال ظاهرة طبيعية، لكن بعض الأطفال ممكن يكون مبالغ فيه إلى حد ما شوي النقص أو يعني يكون نقص زيادة شوية، فممكن إحنا نعطي تعليمات للأم لتخفيف من هذا النقص بأن تقوم بتنشئة الطفل على الكتف لدقيقتين فقط، دقيقتين بس فقط، ما ضروري تسمع الهواء اللي يطلع من الفم، إنه هاي معلومة عند أمهات غلط، بعض الأمهات بتضل تخبط عليه لحد ما يطلع الهواء من الفم، هذا أمر غير صحيح، دقيقتين تكفي تنشئة الطفل الرضاعة بشكل بطريقة صحيحة بوضعية صحيحة. طبعا الوضعية بعد الرضاعة ممكن الطفل ينام على ظهره والسرير مرفوع شوي تخفف من المغص، بالحالات اللي ممكن حنجي لقطرات مغص بسيطة تخفف من المغص. ونتمنى لأطفالنا أن يتمتعوا بالصحة والعافية وأن يكونوا لبنة أساسية في بناء هذا المجتمع وتطوره وتقدمه إن شاء الله.